السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أمسية جديدة من أمسيات خيمة الشروق. اليوم خيمة الشروق ذات ضيوف متميزين. ضيفنا منهجي الفكر، صوفي الانتماء، دعوته للجميع. نرحب به بيننا اليوم الشيخ محمد الخير إبراهيم. مرحبا نسرين، ومرحبا بالحضور داخل وخارج الخيمة. وعمدتنا كما ذكرت الزميلة نسرين من أهل السلسلة الذين يؤمنون بالتنوع فكرا وينبذون التطرف دينا ومنهجا. حيوا معي في هذه الليلة عمدتنا الشيخ محمد الخير إبراهيم. هذه الليلة المباركة نلتقي بالشيخ محمد الخير إبراهيم، وكما اعتدنا أن نستقبل دائما ضيوفنا في أولى خيماتنا خيمة القهوة. مرحبا بك كثير يا شيخ محمد. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. اليوم وأيضا برضو على غير العادة، يعني كان استقبالنا بالطار وبالمديح والذكر، ويمكن يعني هذا الأمر يكمل لنا أجواءنا الحميمة بداخل هذه الخيمة اللي بتعبر عن بيئتنا السودانية وعن عاداتنا السودانية الجميلة. حقيقة هذا الاستقبال لائم هذا الشهر العظيم. شكرا. هذا الاستقبال لائم هذا الشهر العظيم. جميل جدا انه نخش بذكر الله ونستهل به برامجنا معكم. نحن بنحيي كثير شيخ، وبنحيي مادحي مسجد الشيخ محمد الخير ابراهيم، وهم معنا وحنسهر معهم هذه الليله نسرين. نعم. نحن قبل ما ننتقل لخيمة الديوان يا معتصم، حناخد لنا مدحة مع أبناء مسجد وخلاوي الشيخ محمد إبراهيم، وحننتقل بعديها لخيمتنا عشان نبدأ حوارنا اليوم مع الشيخ محمد. مرحبا. للمحبوب ما رحنا برؤياه كحلنا، قلبي ليلي محنا. للمحبوب ما رحنا برؤياه كحلنا، قلبي ليلي محنا. يا ابني عجل جيب زمنا شيل فوق زمنا، قلبي لالي محنا. من المحبوب طال زمنا ومو طيب هذا منا، قلبي لالي محنا. للمحبوب ما رحنا برؤياه كحنا، قلبي إلهي محنا. يا مولاي قبل جلنا، يا مولاي قبل جلنا، وخلصنا من سجن. قلبي إلهي محنا نحو في مسوح
الأيام حملنا أقول الأيام حملنا أنت إلينا وملنا قلبي إلي محلنا أنيل وحبوما رحنا برؤياك حنا قلبي إلي محنا الكائنات بأسرهن أبرسالتك يا المهنا أبرسالتك يا المهنا وشهد لك كلهن قلبي إلي مهنا أليل محبوما رحنا برؤياه كحنا قلبي إلي مهنا أجزع عني وحنا قلبي إلي محنا البدن زحزحنا وفي رحمه سبحهن قلبي إلي محنا المحبوما وحنا وسعد الفيك ظلنا وخير اعطه ما تمنى قلبي إلي محنى أليل وحبوما رحنا برؤياه اتحنا قلبي إلي محنى قاس مرزاقنا وأجلنا وصلي على نور مجلنا قلبي إلي محنا وسعد الفيك ظلنا وخير أعطه ما تمنى قلبي إلي محنا للمحبوما رحنا بنجدد التحية بالشيخ محمد الخير إبراهيم. شيخ محمد، يمكن عايزين نبدأ بك الحديث منذ بدايات الرحلة، وأنت من مواليد مدينة الفتيحاب في أوائل الستينيات، وكثيرا ما تعلق تلك التفاصيل الأولى بالذاكرة وتأبى إلا أن تظل هناك في عمق الذاكرة والوجدان. احكي لنا عن تلك الفترة. نعم، النشأة في مدينة أبو سعد وتسمى بالفتيحاب، حيث ولدت ومسقط رأسي، وقرأت الابتدائية في مدينة أبو سعيد أيضا، وكانت مرحلة بالنسبة لي طبيعية كأي شاب نشأ في حي لم أتميز على أقراني بشيء يعني يكون له شأن. ثم بعد ذلك قرأت العام زمان الثانوية العامة، وانتقلت إلى التدريس أو إلى القراءة في مسجد الرومان كان تسمى بالمحد، قرأت سنتين ثم رجعت مرة أخرى قرأت 4 سنوات بالمحد. ثم بعد ذلك وجدت نفسي في حلقات العلم، فكنت أتجول بين حلق الذكر وهي حلق العلم، حتى أخذت نصيبا كثيرا من العلماء والحمد لله. فمدينة أبو سعيد يعني هي بالنسبة لنا الأم، وكل ما
كلما يعني ازدادت علينا الهموم وتراكمت علينا المشاكل ركننا حيث مسقط فتهاوت تلك المشاكل، فإنني أحبها حبا جما بقدر ما أنها أعطتني. والآن الحمد لله وبعونه قد وفقنا في إقامة صرح ديني كبير، ونسأل الله أن يعود هذا الصرح بمنافع لسكان مدينة بوسعيد وأن نعطيهم بقدر ما أعطونا. نعم نعم شيخ محمد، لو رجعنا ل بعد المرحلة الثانوية وتكلمنا عن فترتك في مسجد أم درمان، يا ريت تكلمنا عن الدراسة درستها في مسجد أم درمان السنتين اللي درستهم. الدراسة في مسجد أم درمان كانت على بعض المشايخ، وكان كل شيخ يمتاز بعلم معين تخصص، فقرأت علم الفقه وخاصة الفقه المالكي. بدأت من الكتب الصغيرة من العشماوي والأخدري والرسالة إلى أقرب المسالك، وكنت على شيخ اسمه محمد بيلو والشيخ أحمد التشادي، الآن لعله في وزارة الثقافة في وزارة الوزارة كده الدينية، المهم ما بتذكر. لكن ديك درست عليه على واحد الفقه والثاني قريت الحديث، ثم قرأت اللغة العربية أيضا على شيخ، وعلم التوحيد على شيخ عوض الكريم. نعم. فكان كل شيخ يمتاز بفن يختلف عن الآخر، وكان في التمهل في أخذ العلم. الأربع سنوات ما كانت يعني كافية لنهر، لكن أنا بعد ذاك في ظروف الطريق أجبرتني، لأنه بعد في السنة الرابعة والخامسة انتقل الشيخ دفع الله الصائم، وأنا بعد ذاك رجعت لتأسيس هذا المسجد. والآن حتى أنا في المسجد واصل القراءة والدراسة مع بعض المشايخ، يأتوا إلي ونتدارس في بعض الكتب سواء كان في مصطلح الحديث أو في البخاري ومسلم كده. نعم، يعني عادة يعني الشيوخ أهل العلم دائما بيدرسوا الخلوة، لكن يعني أنا يعني يمكن لاحظت يعني يتدرج في الدراسة المدنية. نعم. الدينية منذ البداية، لكن نعم. الدراسة الأكاديمية قد يكون يعني الوضع مختلف بالنسبة لك، إنه بدأت في دراسة أكاديمية عادية وانتقلت بعد ذلك. أيوة. إلى الاتجاه الديني. حقيقة الاتجاه الديني جذبت إليه جذبا، أنا لم يكن في خاطري وفي بالي، ما جال في خالدي يوما أن أكون شيخا، ولكن شاءت الظروف أن ألتقي بالعارف بالله الشيخ دفع الله وقيع الله الشيخ الصائم، الكل يعرفه وغني عن التعريف، فهو الذي حال مسار حياتي للتصوف وللدين، فما تولدت في نفسي مشاعر القراءة للدين إلا بعد أن التقيت به، فاستطاع أن ينتهض بهمتي إلى مسألة المذاكرة والدين. فبعد ما قرأت وجئت إلى مدينة أبو سعيد وأسست المسجد والذي بناه الشيخ ضبع الله، حفظت القرآن، أولا قرأته على رواية الدوري، ثم بعد ذلك قرأته على بعض الشناقيت على ورش، وأنا بحمد الله أحفظ القرآن على رواية ورش. فبعد ما أسست الخلوة قرأت فيها مع الطلبة، كنت طالبة مرة أخرى في الخلوة. طيب شيخ محمد، يعني قد يتساءل البعض إنه هذا التوجه الديني هل كان لديه مغذى ذاتي، ولا كان طبيعة الأسرة، طبيعة النشأة، ربما الجو العام المحيط بأسرتكم بمنطقتكم عنده دوره في توجيهك لذلك الاتجاه؟ حقيقة الجو العام لم يكن مؤثرا كثيرا لدينا في مدينة أبو سعيد، يعني أبونا الشيخ أحمد وسليمان، لكن يعني أنا ما كنت يعني ملتفت كثيرا، فالتأثير حصل لي يعني كان لنا جار له صلة بالشيخ ضفع الله الصائم، فهو استطاع أن يسوقنا وأن يستدرجنا إلى أن ذهبنا إلى الشيخ ضفع الله. فمن قبله ما كان، قبل قلت لك لم يجل في خالدي يوما أن أكون كده، ما كنت يعني في هذه المسألة ما عندي اهتمامات، لكن تكاثرت علي الاهتمامات. يعني المسألة جات غدرية، جات غدرية، عشان كذا يعني الصحبة مهمة جدا. ابن عطلاء السكندري يقول يعني لا تصاحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. هذا الشيخ دلنا بمقاله وحاله إلى الله، فمن قبل اللقاء ما كانت فيه نوازع، يعني إلى
إلى السير في هذا المجال، لكن تولدت هنا كما ذكرت آنفا بعد أن التقيت بهذا الشيخ، ولله الحمد، ونسأل الله أن يرفع درجاته العلى عنده بقدر ما قدم لنا ووقف على إرشادنا حتى بنى المسجد وجعلني إماما فيه، وتنبأ لي بالعلم قبل أن أكون عالما، لأنه جئنا إليه وقلنا نريد أن نبني هذا المسجد، فقال أولا أريد إماما لهذا المسجد، وخيرنا في الاختيار، فاختار الجمع شخص ضعيف، ثم بعد ذلك بقت تنهال علي العلوم كذا يعني، فمن قبلها ما في شيء. نعم شيخ محمد، يمكن نعم. أنت يعني درست العلوم واللغة والفقه وتتلمس على العديد من المشايخ، منو بتذكر من المشايخ اللي أنت تتلمست على يديهم؟ الشيخ أحمد النور مسجد النور، أيوة، والشيخ محمد بيلو، والشيخ أحمد الفكي، وبعض المشايخ يعني واحد كده اسمه محمد الأمين من الحبشة، ده قرأت عليه الألفية، وواحد الشنقيطي اسمه أحمد قرأت عليه الشاطبية، نعم برضو قرأت على شيخ إبراهيم كان يأتي إلينا في المسجد وكذا يعني. وحتى الآن بعض المشايخ مشايختي أتدارس معهم حتى الآن، ما انقطعت حلقة التعلم والعلم، لأن العلم يأتي بالإنفاق، أشيل وأنفق. نعم هذين المشايخ الذين قرأت عليهم سر من 10 أو 12 أو 15 شيخ. قطعت الدراسة يا شيخ محمد ورجعت مرة أخرى بعد عدد من السنوات للمواصلة في نفس الطريق، يمكن عايزين نعرف إنه الفترة اللي قطعت فيها عن الدراسة والعودة مرة أخرى، هل كان في مسببات قد تكون دعتك حقيقة وبقوة لقطع المسيرة في ذلك الدرب والعودة إليه مرة أخرى؟ نعم، كانت هنالك بعض الظروف المالية دعتني إلى يعني لابد أن أسس نفسي تأسيسا يعينني على القراءة وكذا وعلى الإنفاق، لأن العلم يريد إنفاقا، فعددت نفسي ثم رجعت مرة أخرى، كان هنالك سببا مباشر في كوني أؤخر تعليمي. طيب لماذا دائما نجد أنه يتلقى المرء علومه من عدد من المشايخ، لماذا ليس شيخا واحدا يأخذ منه كل العلوم؟ أيوة، يعني أسئلة الناس في التعليم الأكاديمي، الإنسان لما يكون يقرأ لحد الثانوي العام والعالي يكون عالي، يكون عادي القراءة، لما يجي يمتحن لابد أن يتخصص، يكون علمي يميز نفسه، ثم بعد ذلك يكون أكثر تمييزا، يا هندسة يا اقتصاد يا كذا، يعني الأساتذة الذين تقرأ عليهم بروفيسورات في الجامعة بتقرأ عليه الاقتصاد، ما هو اللي بتقرأ عليه الهندسة، واللي بيدرس الهندسة ما هو اللي بيدرس الطب، فهؤلاء ناس كل واحد في مجاله، فلا بد من التعدد حتى تستفيد من التجارب. لكن التعليم طبعا تعليم العلم والفقه شيء، قد تكون عالما لكن ده لا يؤثر في نفسك وقد لا تؤثر في مجتمعك بقدر ما انك تكون صوفي، التصوف هو الأس وهو يعني الذي يدور عليه الرحى في ارشاد المسلمين والانتفاع، قد تكون عالما لكن لست بعالما، عالما لكنك لا تعمل بعملك، تكون عالما ولست بعالما، لا تنزله في حياتك. فأنا أخذت تمرحلت في التعليم من هؤلاء، لكن ثمرة الشيء اللي اختطفته، ثمرة ما فعلته أو ثمرة القراءة كلها كانت برمجة وترجمة من الشيخ دفع الله في كونه أنزلها في حياتي عملا. فأهم ما كان شيخ من هؤلاء المشايخ هو الشيخ دفع الله الذي علمنا التصوف، وعلمنا التصوف، التصوف هو مسألة يعني وجدانية عالية، التصوف يعني خليق بأن يصحب كل نزعة شريفة من النزعات الوجدانية، هو أدب وأخلاق في المقام الأول، نعم هو عاطفة صادقة، متينة الأوصار، قوية الوصال، لا يساورها ضعف أبدا ولا يطمع فيها ارتياب. التصوف هو روح الإسلام لأنه مبني على المحبة والاستئثار وحب الآخرين والعطاء للغير بلا حدود ومحاربة النفس، من عرف رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، وهو يبحث في خفايا النفس
النفس عيوب كثيرة جدا الإنسان ما بيطلع عليها إلا إذا تصورها. طيب الشيخ محمد، يعني بدون قطع عليه كلامك، أنتم تربيتم على هذا الخلق والعلم، بنجد كثير إنه نسمع شخص انضم للطريقة، شخص التحق بهذا الشيخ، هم لم يتربوا حقيقة على هذا الخلق والعلم، كيف يمكن فعلا أن نسمع بأن فلان تصوف؟ يعني هل الأمر يحتاج لتجهيز معين، لتدريب ودراية بعلوم القرآن والفقه وهكذا؟ نعم، الطريق كان من قبل، قبل زماننا، في صدر الحركة الأولى لنشر التصوف وشعب القدر الجيلاني، كان يشترط عليك في أخذ الطريق إذا جاءه زول مريد للطريق، فالشيخ يقول له هل قرأت القرآن؟ يقول له لا. يقول له اذهب واقرأ القرآن. إذا قرأ القرآن هل خططت الحديث؟ يقول اذهب وخط الحديث، فإن طريقنا لا يسلك لجاهل. الجاهل ما عنده نصيب فيه، لكن هذا الزمن مشاغل الناس، والناس بقت في ما عندها وقت، ما عندها فراغ عشان تنهل من القرآن وكذا، فنزلت قواعد أخرى هي الناجي يأخذ بيده والصالح يأخذ الطالح. فالآن زي ما قال، حتى عن نسبك ما بيسألوا، زي ما قال الشاعر، من أمي وأبوي ما سألوني وكنت كرتوب وبلوني. الكرتوب ده هو الجلد الناشف. فالتصوف الآن دايرين الناس نحن، هو اللي بيجيك ده ما مطالب بغزارة العلم، مطالب بأنه يسلك الطريق القويم، يسلك وبعدين تعلمه أنت. هو بيجيك خام، أنت تقوم بعدين تصنع هذا الخام، تصنع إنسان صالح للمجتمع، يقدم ويعطي. فدي لابد، في شروط للشيخ، يعني زي ما قال الشاعر، قال تصعب شيخا عارف المسالك، يقيك في طريقك المهالك، يذكره الله إذا رآه، ويوصل العبد إلى مولاه، يحاسب النفس على الأنفاس، ويزن الخاطر بالقسطاس. فلا بد من شيخ عارف المسالك الطريق، حتى لا يكون سببا للضلال، لا يكون سببا لضلال الناس. وما زلنا بداخل ديوان خيمة الشروق وبرفقة الشيخ محمد الخير إبراهيم. بنرحب أيضا بالذين انضموا إلينا في داخل الخيمة، هيثم طنبل وهيثم مصطفى، أهلا بكم كثير. ويمكن إحنا حنعلن عن سبب وجودهم معنا اليوم وبرفقة الشيخ محمد الخير إبراهيم. الشيخ محمد، بنلاحظ مؤخرا إنه معظم المتجهين نحو الصوفية معظمه من الشباب، من الرياضيين، من السياسيين، لماذا برأيك؟ التصوف حقيقة ليس له عمل مبرمج وممنهج في استجلاب الناس كما ذكرت، أغدار تأتي بالناس إلينا، فكثير من الناس ينشدون أشياء في نفوسهم وقد تتباين الأمور، فيجدوا راحتهم في تلك الأماكن الطيبة التي مزيت أتربتها بالقرآن الكريم. فهؤلاء الناس يأتوا وحقيقتهم بيأتوا الإرشاد، لكن تارة هم يأتوا الإرشاد لكن تارة يكونوا سندا وعونا لهذا الطريق. فالناس بتأتي بهموم الدنيا لإفراغها في مكان المساجد وكذا. فحقيقة الفترة الأخيرة دي نحن نرى تكرر كثير من السياسيين ومن الرياضيين ومن الشباب وإقبالهم على التصوف، لأنه دعوة جات فيها هين لينة صوف ذاته. الصوف يسمى هي اللين كصوفة الغفا، حيث تميل تمشي، فهم بيجدوا أنفسهم معانا، كذلك نحن نجد نفوسنا معهم ونرخي لهم الطرف
كذا يعني التصوف كذا. طيب قدير تناول الحياة بسهولة معهم. قدير البعض إنه علاقة المجتمع بالصوفية وبالتصوف هي علاقة من أجل الدعاء والأجل التبرك والنجاح وهكذا، من زاويتكم؟ والله هي أشمل، ده جزء من غرفة، هي عمارة متكاملة. المقصد الأول والأخير فيها إصلاح الإنسان، وهذا الإصلاح كما ذكرت قبل الناس بيجوا ما بمفاهيم الإصلاح. انت تستقيل هذا المرض وتشفيه منه وتوجهه الى الله. فنحن لا نحصر التصوف في الدعاء، التصوف بل هو كل لمحه مملوءه بالوفاء والاخلاص، وان لم تكن حتى وان اختلفنا معه في المذهب والفكر نسميها تصوفا. نعم. الهيثمين في حضرة الصوفية. نعم. يعني أنا ممكن يكون علاقتهم بأشياء. نعم علاقته. وأنا بحيي هيثم طنبر وهيثم مصطفى وبقول لهم رمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين. ويمكن نسرين قبل شوية سألت أهل العامة مع أهل التصوف والعلاقة، أهل الرياضة عندهم علاقات، أنا بعرف يعني كثير جدا مع أهل التصوف، وأحيانا يشاع إنه العلاقة بيرتبط بها بعض الدجل احيانا، الشعوذة احيانا. انا داير اعرف علاقتكم انتم، يعني الان كما ذكرت نسرين قبل، الان في علاقات يعني قويه جدا من الشباب والرياضيين وخاصه الرياضيين مع الشيوخ. انا داير اعرف علاقتكم اللي بتربطكم دائما مع الشيوخ، وهل اختلفت من الكلام اللي انا قلته كما يشاع؟ خاصه يا معتصم انه بعض الناس قد ينظروا للصوفيه بمظاهرها ولا نعم. يتعمقوا فيها كما ذكرنا قبل قليل. نعم. يا شيخ محمد تفضل. هيثم تفضل يا هيثم. يرد سوا ولا كل واحد؟ نبدا بهيثم طنبل. نعم. احنا ما حددنا اي هيثم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ابو تكبر ولاد بسين. اول حاجه رمضان كريم، وانا سعيد جدا جدا اكون في خيمه الشروق وفي ضيافه ابونا الشيخ محمد خير. وحقيقه فعلا الناس بيفتكروا انه علاقه الرياضه بالشيوخيه للنجاح، و وفيها نوع من بقول لك بيمشي للفكين نظام. لكن حقيقه علاقتنا مع ابونا الشيخ يعني علاقه مربي بالنسبه لنا. الانسان في حياته بيحتاج لخلاف الكره دي لعب، وبتكون محتاج تكون متغوي بالدين، وفي حتات يعني انا شخصيا بكون مرتاح نفسيا ان انا في المسجد وبأدي بعض الفروض. فالعلاقه بدت من هنا، والحمد لله يعني ما عندها علاقه مباشره بانه انا عشان بلعب كوره بقوم بمشي للشيخ. ممكن انت تتعبد في اي حته، لكن في الحاجه النفسيه وفي التوجيه وفي التربيه يعني بفتكر نفسي محتاج لسه يعني اتعلم في الدين اكثر، استفيد اكثر من الحاجات دي. فبلقى نفسي بس يعني في ضيافة الشيخ في بقلبه الكبير وفي مسجد العامر. نحن عايز نتكلم عن هذا الجانب الروحاني ودوره وأثره. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم، كل عام وانتم بخير. شرف كبير وعظيم أنكم متواجد معكم اليوم في خيمتكم الرائعة مع أبونا ومربينا وأستاذنا الفاضل أبونا الشيخ محمد الخير إبراهيم، الأب والأستاذ والمعلم والمربي والموجه. ما نكن له في قلوبنا كبير وكثير. يعني إذا تكلمنا في حقه لا يوفينا وقت برنامجكم أن نوفي له حقه اتجاهنا من تعليم الصوفية وأدب وأخلاق الدين الكريم. ننهل منه من علمه الكثير الغزير، وهو أب وموجه روحي تتعلق به قلوبنا ومحبتنا اتجاهه. ووجدنا عن طريقه أخوان في مسجد العامر بالمريدين، دواخلهم كلها نقاء وصفاء ومحبة وإخلاص وتفاني في طريق. نتمنى
أن يشملنا بدعاو الطاهر، هو أب وأكثر من أب لكل الأخوان والمريدين. الجانب الروحاني نشعر به في دواخل قلوبنا ونحسه في أجسادنا بالطاعة والامتثال لتعليمه. قد نهتي في حقه فنلغاه الموجه والمربي. قد لا نكون صادقين وهي علمنا الصدق وعلمنا الكثير. فهناك جوانب كثيرة وكثيرة جدا جدا تعلمناها ولا زلنا نتعلم منه الكثير في هذه الدنيا. وربنا يعطيه الصحة والعافية وحبي في خلق الله. الشيخ محمد تعلق. الحقيقة أنا الشباب ذيل جئت بهم الليلة عشان أبين لهم وجوه أخرى قد لا يعرفها الناس. جاءوا إلينا بمقاصدهم، جاءوا بمقاصدهم، لكن والله لن نرى عليهم إلا خيرا. والله ما ألم بنا كرب في المسجد إلا ووجدناهم أقرب لدينا من أنفسنا وزوينا، فهم كانوا يد ساعدة بالنسبة لنا. حتى الآن هؤلاء الشباب يقفوا معي في كل صغيرة وكبيرة في المسجد، ولا نلتقي إلا في الصلوات، سواء كان هيثم وهيثم نلتقي أين؟ في صلاة الصبح، في صلاة الظهر، في صلاة العصر. يمكن ده محور سؤالي شيخ محمد. يعني هؤلاء الشباب يعني وقل ما يلحن عليه إذا كان عندهم كرة كذا يجوا يعني يطلبوا العون من الله أولا ثم بدعائي. لكن والله المسألة تعدت مسألة كونها كورة ونلتغي كده، يعني الأولاد اللي يهتموا بهمنا ويقوموا بأمرنا، حتى لديهم أياض بيضاء معنا في المسجد، أياض بيضاء مدوا لنا أياد العون، أياض بيضاء في المسجد، وعمارا إعمارا حسيا ومعنويا بمالهم وبحضورهم. يعني لكم التقيت بهم في الصلوات، حتى ناس الحي يعرفوا ذلك. في صلاة الصبح نلتقي في صلاة، وإذا الشيء بقدمه لهم أنا شنو؟ ما لما يجوني ما أكثر من ما زمزم، بس بديهم ما زمزم، ما زمزم وكده. ثاني ما في شيء بيننا، يعني ما في شيء، يعني لا شعب ذا ولا ما الكلام ده، ما لا نعرف له طريقا ولا مسلكا ولا منهجا. فبس أنا وددت أن أبين للناس أن لهؤلاء الشباب وجوه طيبة، وهم يعني نعم القادة في هذا الزمان، فهم ما رياضيين فحسب، عندهم دور في المجتمع، عندهم دور فعال جدا في الحركة الدينية، خاصة أنه نحن إذا أردنا فعلا أن نحدث تأثير قوي علينا أن نقدم النموذج يعني أمامنا. شيخ محمد أنا يمكن كنت عايزة أسألك إنه لهم يعني لهؤلاء غالبية أهل التصوف بينظروا للرياضة كأنها مضيعة للوقت، ولكن نراك قد احتويت هؤلاء الشباب، حببتهم في طريقة الصوفية، يعني ياريت تحكي لنا عن الجانب ده. أنا طبعا حقيقة لما جونهم كنت أقصد في نفس الإرشاد والتربية، وحتى الآن باخذ تغربي مع هؤلاء، لأنه عندنا الطريق ذوق ومسلك، ذوق طريقة التصوف ذوق. الذوق هو أن تعامل كل إنسان بما يحب، اللي عنده غنم بحبين تتحدث عن الغنم، واللي عنده إبل بحبه تسأل عن إبله، واللي عنده زوجته بحبها ومبتدع عنها تزوجتك كيف، واللي عنده ولد بحبه كيف ولدك، فكل زول تمشي له بمسلكه ومنهجه. فنحن هؤلاء الشباب نمشي لهم في مسالكهم ومناهجهم في حدود الشرع، ما بنمنعهم من كون يمارسوا الرياضة، لكن يحاول بقدر المستطاع يتقمصوا الجانب الروحي. وأنا أستقل ذلك بأنه أعلمهم مثلاً ألزم يعني هيثم أو أحسن يقولون يا جماعة إذا كان الإنسان فيكم جاب قول نؤصل المسألة أحسن يسجد لله، أنتوا في المعسكر صلوا جماعة، ورون صلاة، ورون الوضوء كيف، كل ما يجي يعني خاصة هيثم ذا لما يجي معه أبناء المريخ بيوفدوا جنا، أنا بشرح لهم، هيثم كذلك، هيثم مصطفى بشرح لهم، بحاول بقدر أحدثهم عن الأخلاق والقيم والمسل والصلوات وكذا. فأنا بتخذها كإرشاد بالنسبة لهم، وأجد فيهم أرض خصبة لقبول ما أقول، فهم ما تمانعوا ولا تنازعوا معي،
فكانوا كما ذكرت يعني حتى انه اكثر من فقراء. نعم. الناس درسي لو انا كان ممكن يلبسوا الخضراء. سعداء بهم كثير جدا. بقى بيناتنا ارشاد كما كان ذكر ارشاد، وليست مساله انه شيخ وفكي وغلبته غالب ومغلوب. نعم. الكوره ما غالب ومغلوب. نعم. بعدين الكوره دي فيها زي القادر غلب عبد القادر. نعم. توفيق. وزي, وزي ما ذكرت انت قبل ما في اعمار محدده، ده تصوف يعني كبير صغير رياضي سياسي. حتى السياسه نحن نتكلم عن السياسيين. يعني اتكلم عن السياسه. نعم. معليش يعني مع اولادنا اتكلم عن السياسه. نعم. وارتباطهم. نهتم بالسياسه. نعم. نهتم بامر ليه؟ لانها منوطه بصالح المسلمين، مصالح المسلمين قد ربطت بهؤلاء المرشحين الذين ياتي بهم المؤتمر الوطني وغيرهم من الاحزاب. فلذا اهتم بالذي ياتي الينا، من هو؟ لا. نعم. بد لنا ان نتخير. ما مساله كانها مساله الشورى، فلازم انا خرجت مع الناس في اختيار من ياتي الينا مثلا. لزاما علي، لانه هذا المكان اذا لم ياتي فيه الصالح تسلق اليه. نحن عايزين ناخذ الموضوع بجانبه الثاني، ارتباط السياسيين بالشيوخ والمتصوفين. ايوه بيجوا برضه يرتبطوا، نحن ما نقول يعني لكسب يعني، لكن يجوا شنو؟ يبقى برضه يلتمس منهم البركات. هل ده ما يسمى بالاسلام السياسي؟ الدعاء. لا 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 لا, لا الدعاء، يعني برضه نخش في الجوانب. هم يعني كثير منهم يجوا للدعاء ونحن ندعو لهم برضه انه نعم. ربنا يامن هذه البلاد وكذا. بعدين السلطان والقران لا يفترقا بحال. فنعم العالم الناصح للحاكم، ونعم الحاكم الذي يقف في باب في باب العالم. فكان في صدر الاسلام هكذا، هارون الرشيد ياتي الى مالك، هارون الرشيد ياتي الى مالك او يامر ان ياتي اليه مالك، وقول له يا مالك عظني، قول له يا هارون لو كانت تذوم لاحد لما آلت اليك. وهكذا كانوا يسترشدوا بارائهم النيره المافية ههواء. فالقران والسلطان لا انفكاك بينهما. وبهذه المناسبه يعني لابد كما ذكرت قلت لك التصوف ده احنا بنراه يعني عاطفه صادقه تتسرب في جميع مناحي الحياه، كما ذكرت قبل القصه ديك. نحن كمان نتسرب ونعيش، ونحن كصوفيه ليست بمعزل عن الناس. زي ما قلت لك قبل انا لا اؤمن بمذهب الانكفاء. فالان يعني سيدي ما يدور في البلاد يهمنا كثير، وندعو كثير يعني انه ربنا يامننا في اوطاننا وان يستبعد عننا الفتن. شيخ محمد نحن لو تكلمنا عن شيء مهم جدا. نعم. الزهد، يعني الزهد ده درجه عاليه من الايمان، يعني في عدد كبير من المتصوفه بيعتمدونه يعني على شكل الاعتكاف. يا ريت نتكلم عن الزهد. الزهد ليس هو افراق اليد عن المال، انما هو افراق القلب. نعم. والزهد ليس ان تطيب نفسك بمال قد تناله وقد لا تناله. ما تتلبط، انت ما عندك شيء تقول زاهد؟ لا لا لا، تزهد بالشيء، تجمع الشيء ثم تزهده. نعم. حبيب النجار معروف على ادبيه وكذا يعني عنده قصه. فيجب الزهد ان يكون من شيء. الزهد ان تنفق المال الذي اكتسبته والذي يزداد في البنوك يوما بعد يوم، وتديه الى المعوزين والمساكين. الزهد ليست هو عدم العمل والتبطل والاعتكاف. لا 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 لا، لا. يجب ان تعمل وتنفق، ان لا تكون الدنيا في قلبك. يعني اقول لك من حياه من القصص الذي يستانس فيها يستانس بها في التصوف. قال رجل بعث تلميذه لشيخ، فلما ذهب وجد الشيخ قد اغدغ في النعم في ماكله ومشربه وكذا، وهو بياكل طيب الطعام جنبه، والتلميذ قاعد الشيخ وقال اقعد ذاك، ارسله وكان فقيرا لا مال له ذاك. فالشيخ ذاك فقير وتعبان لا مال له. فده لما جاء يمشي قال له يا اخي قول له الشيخ انا بدعو لك بشده ربنا ينزع الدنيا دي، الدنيا المغلباك دي. فالتلميذ يعني شديد قال لي الدنيا مغلبه شيخي ولا مغلباك انت اللي بتاكل فيها ولابس؟ فزعل مشى للشيخ هناك قال له يا ابو الشيخ انا مشيت والرجل ده قال لك يعني بدعو لك انه ربنا ان شاء الله الدنيا دي يفرغها من قلبك. قال له والله هذا الرجل شايف، قال له شايف الدنيا التي حوله؟ وقال له والله، قال لي لم يهمم بها ساعة في قلبه. نعم. وقال لي وأنا أهم بها، قال لي أنا قاعد أسمع عقدي الله يدير المال لو لقيته ما. فإذا الزهد هو ليست عدم التكسب، هو التكسب والإنفاق حقيقة. نعم. الصحابة كان الإنسان يمشي يجيب يكتسب 3 دينار،
دينار ينفقه في سبيل الله ودينار لنفسه ودينار يتصدق به للرسول صلى الله عليه وسلم عشان يندفن في القتال. فما نجيف نقعد نتواكل ونقول ده عين الزهد، نفرق أيدينا لا نملاها لكن نفرق قلوبنا عشان نكون، عشان كده الله استعمر في الأرض للحركة. نعم جزاك الله خير شيخ محمد، الله عليك. يمكن نحن في أيام مباركات وقربنا موعد السحور. نعم وشكنا على السحور. نعم إحنا الليلة استثناء حنقدم وجبة السحور من داخل خيمة الديوان، وحندعوكم هيثمين، هيثم مصطفى وهيثم طبل برفقة شيخ محمد. طبعا دائما السودانيين بيفضلوا وجبات محددة على السحور. نعم دائما يا نسرين. شكرا يا نسرين. لا الكبيرة دي حقة العمدة. دي حقة العمدة. نعم العمدة دائما هي دي مختلفة دائما. أنزلتم العمدة. هنيا لكم. نعم. هنيا لكم. شكرا. احنا كمان بنسمع في صوت النوبة، ده صوت مرتادين عليه وفي كل الأحياء السودانية بينبهنا وبيصحينا وبيذكرنا بمواعيد السحور. أيوة. دائما. أنا عشان كده شايف هيثم مصطفى نحسان شوية سحور يا هيثم. أنا ما عارفة يا مختصر، لكن حاسة إنه مفترض الليلة نحن نختم حلقتنا دي ختام استثنائي. نعم. رأيك شنو تدعي لنا والمشاهدين يا شيخ محمد؟ اللهم صل وسلم عليك، اللهم عد علينا هذه الايام المباركات باليمن والسلام والمدد والخير. اللهم يا رب عيش وجيش وعدد ومدد ونوبه ولا لوبه. رضاك اسبله علينا يا رب العالمين، تقبل الصيام والقيام، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا يا رب العالمين. نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مخزن ولا فاضح، ونسالك من قلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوه لا يستجاب لها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور أبصارها وضيائها وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. آمين. شكرا جزيلا. جزاك الله خير يا شيخ محمد. شكرا. وسعدنا بوجودك جدا معنا اليوم، وكانت بحق ليلة استثنائية. بنشكر كل من تابعنا اليوم عبر خيمة الشروق. شكرا هيثم طبل وهيثم مصطفى. شكرا لك يا معتصم. نعم شكرا لك نسرين، ويمكن حنمشي نسمع مدحة. نعم. تحية لكم جميعا، والتحية لكل المشاهدين اللي تابعونا في هذه الليلة الطيبة المباركة. وبنختم بمدحة من مريدي الشيخ محمد خير إبراهيم. نحن بنحييكم جميعا وتصبحون على ألف خير. في أمان الله. صلاة الواحد البريء الله على ذا الجود والبريء الله لسادة غريء الله وهيل المجد والفخر الله صلاة الواحد البريء الله على ذا الجود والبريء الله لسادة غريء الله وهيل المجد والفخر الله نبي سامي الغدر الله رسولا عالي الذكر الله جليل مفرد العصر الله جليل مفرد العصر الله جمال الكون والدهر الله واحد البر الله على ذا الجود والبر الله وآل سادة غري الله وهيل المجد والفخر الله بوجه ضاءك البدر الله ونور الله كالفجر الله وسغر فيه من خمر الله وسغر فيه من خمر الله شفاء الغلب والصدر الله واحد البر الله على الله وآل سادة غري الله خيل المجد والفخر الله سواد الليل من شعري الله وصبح ذاته يجري الله بضوء الشمس والبدر الله بضوء الشمس والبدر الله ونور الأنجم الزاري الله صلاة الواحد البري الله على الجود والبر الله وآل سادة غري الله وهيل المجد والفخر الله وعلي
العصر الله عظيم الجود والبر الله عظيم الجود والبر أغيث السحب والغطر الله صلاة واحد البر الله على ذا الجود والبر الله وآل سعادة غر الله وهيل المجد والفخر الله فيا عزي ويا فخري الله ويا غوثي ويا زهري الله ويا عوني ويا نصري الله ويا عوني ويا نصري الله تولى سيدي أمري الله صلاة واحد البر الله على ذا الجود والبر الله وآل سادة غري الله وهيل المجد والفخر الله وكل دائم تهري الله وما ما عشت في عمري الله ويوم الحشر والنشر الله ويوم الحشر والنشر الله بجبر منك للكسر الله واحد البر الله على ذا الجود والبر الله وآل سادة غري الله وهيل المجد والفخر الله وغادمني إلى الصدر الله بغرب منك يا زخري الله لكيم المرغني يسري الله لكيم المرغني إلى علياك بالسر الله واحد البر الله على ذا الجود والبر الله وآل سادة غر الله وهيل المجد والفخر الله صلاة الواحد البر الله على المختار ذي الفخر الله وآل سادة غر الله وآل سادة غر الله متى ما غرد القمر الله